يا ابو سامي انه كل مصلحه الى قصصها، وما حدا بيعرف بالقصص الا اللي عم يشتغل بالمصلحه. ما كنت اتخيل بحياتي انه بالكازينوهات والملاهي في ناس اوادم بهالشكل. بتحسهم عايشين هون بس بالحقيقه هني مو عايشين. شو هالحكي يا ابو حسين؟ صاير عم تحكي مثل الصيف بالتنظير والفكر، شو قصتك؟ على هذا اسمه فكر وتنظير؟ انا عم اقول لك شو شفت وشو لقيت. انا يا ابو سامي اول ما اشتغلت بهالملهى، صحيح شغل مريح وبنات فايتة طالعة وريحة طيبة عم تهفهف، بس بصراحة ما كنت مرتاح. كنت اطلع بالبنات بقرف، بس شوي شوي صرت احس قديش هالناس اوادم وطيبين، ما بيأذوا حدا ولا بيضروا حدا، واغلبهم جايين عم يدوروا على لقمة العيش او هربانين من قصة وعي. الله ييسر لك ويرزقك. المهم ابو حسين تضل بصحتك وعافيتك. الله يحفظك يا ابو سامي. بدي منك بهاليومين تشوف لي اجازتي رح تنتهي مشان تمدد لي اياها، وعلى راحتك وما بتحرج حالك مع حدا، لانه انا هالنومه بالنهار والسهر بالليل ما عم تخليني اعرف ركز نهائيا، ما عم بعرف ليلي ونهاري يا زلمه. مو على عيني يا ابو حسين، لعيونك، بس من هون لتخلص اجازتك بلكي الله رزقك واشتريت لك شي كازينو. لا 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 حبيبي، هي الشغله مو شغلتنا. صحيح شغله مريحه بس الله يبعدنا عنها. الحاصل هو ابو حسين، انا دقيت لك واجيت شوفك حتى اعزمك على عرس ابني يوم الخميس. ان شاء الله الف الف مبروك، وان شاء الله بتشوف اولاد اولاده. الله يبارك فيك يا ابو حسين وتفرح من اولادك وتشوفهم باعلى المراتب يا رب. بس ابو حسين بدي اشوفك، اصحك ما تجي. خلاص وحيات ابو سامي لاجي. ابو سامي شوف الزبون يلي فات على الهواء. قولي اذكر الديب وهات القضيب. بس بتعرف ابو حسين رغم كل عيوبه هالرجال والله ابن حلال. سطيف تعال. لك اهلين بالصيف والله. اه يا خوانا، انا عم بقول ليش ما عاد اجى ابو حسين وزارنا؟ عم تتقابلوا برا وتعملوا اجتماعات سريه؟ مع الصيف نفذ واعترض وراء دور نشوف. يلا قضي نشوف. وكلا بالله. كيفك يا ابو حسين؟ على عود ما بقعد بس بشرط هاد العينتين يضل قاعد ساكن. خلاص ابو سامي عندي عود. لعيونك ابو حسين انت بتمون. عود الصيف عود. بديش احكي معك ابو حسين، اطلب لي ارجيله نكرزني والله. هات ارجيله يا ولد.